ما هو علاج القولون؟ هذا المرض منتشر في البحرين. اخترت أنا هذا مرض القولون على أساس أنه منتشر. أولاً خلنا نعرف أن هذا الشخص عنده قولون. شلون نعرف؟ شنو الأعراض؟ ثلاث علامات. أي واحدة منهم؟ هي الثانية؟ ثلاث علامات. العلامة الأولى يجي يحط راسه على الوسادة يبغى ينام، مزين يطول نص ساعة، ساعة، ساعتين، بس يتقلب يفكر، هاي علامة أولى. اثنين، مثل ما تفضل الحجي، الغازات إما أنها تخرج أو أنها نفخة من فوخ البطن. ثلاثة، إنه مرة إمساك مرة ليونة، بس يميل للإمساك أكثر. طيب لو علامتين فقط من هذيلين اجتمعوا، هل عنده قولون؟ لا. شنو عنده؟ معدة. إذا اجتمعوا العلامات ما علي تقول لي سويت منظار، أنا ما لي شغل في المنظار، أنا علي من الأعراض اللي عندك شنو. إذا اجتمعوا العلامات الثلاث عندك قولون، إذا واحدة أو ثنتين عندك معدة. طيب القولون كم نوع؟ ثلاثة. الأولي هو العصبي، قولون العصبي، هذا التحسس، هذا أبسط واحد، هذا أبسط واحد. قولون الثاني اللي صاحبه ألم، هذا الملتهب. الثالث المتقرح اللي وياه دم ينزل. طيب شنو علاج الأول؟ تأخذ لك تين مجفف وتأخذ لك بودرة اسمها خولنجان، تطحنهم ويا بعض، التين المجفف ويا هذا، وتأخذ نص قفشة من البودرة الخليط ويا روب بلدي كامل الدسم قبل نص ساعة من الريوق ومن العشاء، 18 يوم كورس. تقولين زين هذا يخفف له علاج، أقول لك أنت زيل الأسباب اللي تسبب القولون ويكون هذا علاج. شلون يعني؟ مثلا أنت عندك بلاعين ملتهبة، احتقان في الحلق، وأنا أعطيتك مضاد وأنت تشرب ماي بارد، تنتفع؟ ما تنتفع. إنزين شنو العلاج عجل؟ شلون إن أنا أوقف الأسباب؟ ما هو سبب القولون؟ هو إدخال الطعام على الطعام، يعني وجبتك بعد ما انهضمت خلال 4 ساعات بعد ما انهضمت وانت ترد تروح تاكل. يقوم الأكل يطول في المعدة. ليش يطول؟ لأن الأكل المهضوم السابق ينتظر الأكل الجديد حتى ينهضم، ولازم يقول لك 4 ساعات بس، لا تخليه يطول في المعدة، فحتى ينتظر الأكل الجديد ينهضم كم يبغى له؟ يبغى له 8 ساعات يعفن. وين يضل؟ في القولون. زين شنو أسوي؟ يقول الإمام، دخل عليه واحد يقول سيدي لازلت أشتكي التخمة. قال له عليك بالنظام القرآني. قال له شلون؟ قال له
تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما. قال بس وجبتين؟ قال ثنتين. القرآن يقول لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وجبتين. القرآن ما يتكلم عن ثلاث. تقولي من وين؟ شنو دليل بعد؟ أقول لك أنت في رمضان وجبتين، تتفطر وتتسحر. مو رمضان مائدة الرحمن؟ روح شوف الروايات كلها تتحدث عن فطور وعن سحور، يتكلمون عن وجبة ثالثة؟ ما في. طيب ما هو علاج الثاني، النوع الثاني من القولون الملتهب؟ بعد نفس الشيء، تين المجفف ويا الخولنجان. زين المتقرح اللي فيه دم شنو علاجه؟ عشرق مطحون 70 جرام، وبليلج أسود 100 جرام. هذا مطحون هذا مطحون، نخلطهم ويا بعض، وناخذ قفشة نص قفشة قبل العشاء ويا روب 18 يوم كورس. سبعين جرام هذا للمتقرح، 70 جرام عشرق ومئة جرام بليلج أسود مطحون، خلطهم ويا بعض زين، وناخذ نص قفشة ويا روب بلدي قبل العشاء بنص ساعة 18 يوم. طبعا كل الوصايا تؤكد على أنه لا بد من الالتزام بالنظام القرآني في الأكل ويا أي مادة علاجية، أي دواء تشربه.